أهلا بكم مجددا. تمر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بأزمة في آخر شهر لباراك أوباما في البيت الأبيض بسبب دعم واشنطن للتصويت داخل الأمم المتحدة على قرار وقف الاستيطان، وما جعلت الأبيب تلجأ إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب للتدخل. ولقراءة في راهنية العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف من الرباط تجدير الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير أستاذ الكريم. أهلا وسهلا. طيب أستاذ، هل يكشف التوتر ما بين إدارة باراك أوباما في آخر عهدها وإدارة نتنياهو عن وجود أزمة كانت قائمة أصلا في العلاقة ما بين البلدين؟ فعلا هذه الأزمة قائمة منذ زمن بعيد بين أوباما، منذ حوالي 8 سنوات. ذلك أن الرئيس أوباما عند وصوله إلى السلطة حاول أن يتخذ مواقف جد منصفة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد ظهر هذا واضحا في خطاب القاهرة الشهير على وجه الخصوص. لكن أوباما توالت عليه الضغوط من كل جانب، خاصة وأن الجمهوريين استطاعوا أن يسيطروا على الأغلبية داخل الكونغرس، وبالتالي توالت هذه الضغوط بشكل جعل أوباما يتراجع للأسف عن كثير من مواقفه المسبقة. بل لاحظنا أنه على المستوى المالي أصبح مضطرا لكي يقدم بسخاء مساعدات كبيرة لإسرائيل. تصوروا أنه في عهد أوباما وصلت قيمة المساعدات الأمريكية حوالي 30 مليار من الدولارات، وهو مبلغ لم يسبق لأي إدارة أمريكية أخرى أن وصلت إليه. لكن ما حدث هو أنه في نهاية مرحلة حكم الرئيس أوباما ربما هناك محاولة للتكفير عما حدث، خاصة تجاه الفلسطينيين وتجاه المجموعة العربية والإسلامية. وبالتالي اتخذت أمريكا موقفا مسبقا، وهو أنها لن تستعمل حق الفيتو في وجه قرار يرمي إلى وقف المستوطنات. فعلا حصل ذلك، وربما ما حصل دفع إلى أشياء كثيرة يمكن أن نناقشها فيما بعد، وهي التي تتعلق بتدخل رئيس انتخب ولكنه لم يتولى الرئاسة بعد، وهو السيد ترامب. دخل على الخط بشكل قوي. سنأتي إلى هذه النقطة. قبل ذلك، في نظرك أستاذ الحسيني، ما الذي أو ما هي العوامل التي تحكمت في موقف الإدارة الأمريكية فيما يخص قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان؟ أهم هذه العوامل هو أن كل إدارة أمريكية عندما تصل إلى فترة نهاية حكمها تراجع نفسها شيئا ما فيما يتعلق بالمواقف المسبقة التي أضرت بسمعتها على الصعيد الدولي، وتحاول أن تصحح المسار. الآن السيد أوباما يحاول بعد نهاية فترة حكمه التي لن تبقى فيها إلا بضعة أيام، يحاول أن يراجع نفسه ويقول طيب هذه المرة نعلم جيدا أن الاستيطان هو السبب الأساسي لكل المآسي التي تعرفها القضية الفلسطينية، هو العرقلة المركزية في وجه قيام دولتين، هو الحجر العثرة في وجه سلام دائم ومستقر، وبالتالي إذا لم نستعمل حق الفيتو فعلى الأقل أن نمتنع عن التصويت. هكذا حدث إذن. وبالتالي نتنياهو كان يدرك هذا النوع من التطور، لدرجة أنه سارع إلى الاتصال بترامب واتصل بالدول المعنية بتقديم مشروع القرار إلى آخر ذلك من المعطيات التي يمكن كذلك مناقشتها فيما بعد. لكن المهم أن الإدارة الأمريكية في نهاية فترتها عادة ما تتمتع بنوع من الحرية الذي لا تتمتع به في بداية 4 سنوات الأولى أو الثانية. ليست هناك ضغوط انتخابية، ليست هناك ضغوط من أي جهة كانت، لأن الموقف يتخذ وبالتالي نتائجه تبقى على مستوى الدولي تعطي نتائجها. كما قلتم أستاذ الحسيني قبل قليل، الإدارة الإسرائيلية لجأت إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب. ما هي صلاحيات ترامب، وهل يخول له التدخل في مثل هذه القضايا؟ أجابه السيد أوباما فيما يتعلق بهذه النقطة، فقال له رئيس واحد لمرة واحدة، وهذا معروف في الدستور الأمريكي، بحيث عندما ينتخب الرئيس الجديد ليس له أي صلاحية للتدخل في إدارة الشؤون الخارجية أو الداخلية إلا ابتداء من يوم أعتقد 20 يناير المقبل عندما سينصب رسميا. أما لحد الآن تبقى الإدارة الحالية هي التي تقوم بجميع المهام. لكن ما حدث وتعلمون ذلك جيدا بكل تأكيد، وهو أن نتنياهو عندما فشل فشلا ذريعا في التأثير على الإدارة الحالية بكل الوسائل سارع نحو سيد ترامب ليطلب منه القيام بدور في هذا المجال. وترامب الذي كذلك لن يستطيع التأثير على أوباما ومجموعته وجد أن الجانب ربما الضعيف هو الاتصال بمن قدم مشروع القرار
وهي مصر التي قدم رئيسها مشروع القرار بصحبة 4 دول أخرى، فاتصل به على ما أعتقد هاتفيا وأقنعه بإمكانية سحب هذا المشروع في انتظار أن تأتي الإدارة الجديدة. وحتى الخارجية المصرية عندما حاولت أن تعطي تفسيرا لما حصل قالت بأن الهدف هو إجراء بعض المشاورات من أجل تمكين الإدارة الجديدة من إيجاد حل شمولي للنزاع. وهذا بطبيعة الحال مجرد وهم وسراب، إذ لا يمكن أن يعتقد أي كان أن إدارة ترامب ستكون أكثر إنصافا من إدارة أوباما فيما يتعلق بهذا الملف. طيب في هذا السياق ما الذي يفهم أستاذي الكريم من قول ترامب أن التصويت على قرار إيقاف الاستيطان قد يعرقل عملية السلام؟ لا، لأن عملية السلام أصلا معرقلة من طرف ترامب. هو جهر منذ عدة أسابيع وفي حملة انتخابية بأنه سيعتبر أن القدس موحدة وأنها العاصمة الأبدية لإسرائيل، وهذا في حد ذاته تنكر لعملية السلام التي تقوم مبدئيا على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المنتظرة، وبالتالي خرج على تقليد اعتمدته الإدارات الأمريكية المتلاحقة منذ عشرات السنين. كانت تظهر كذلك ملامح هذا الموقف المتصلب المتعنت لترامب عندما عين شخصا معروفا بعدائه للفلسطينيين وبمساندته للاستيطان بشكل قوي، وهو دافيد فريدمان الذي عينه سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل. وبالتالي هذه الخطوات كانت تظهر بوضوح أن ترامب سوف يكون عدوا حقيقيا للفلسطينيين ولن يقوم بإجراء أي اتجاه لتسوية سلمية للنزاع. طيب على ضوء كل هذه المعطيات، هل يمكن الحديث الآن عن ملامح المرحلة المقبلة في علاقات الإدارة الأمريكية وإسرائيل؟ بطبيعة الحال المرحلة المقبلة ستكون جد صعبة بالنسبة للجميع، لأن القرار الذي اتخذ أكاد أقول بأنه على المستوى النظري اكتسب نوعا من الحصانة في أرشيفات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. اكتسب هذه الحصانة لأنه حتى لو حاول ترامب في المستقبل أن يأتي بقرار يسحب هذه الإدانة لإسرائيل فيما يتعلق ببناء المستوطنات والمطالبة بإزالتها، فمثل هذا المشروع لن يلقى أي مصادقة من طرف مجلس الأمن، لأنه سيكون في حاجة لعدم استعمال أي من الدول الكبرى حق الفيتو وإلى الأغلبية. إذا لاحظنا القرار الحالي 2334 هذا قرار صدر بما يشبه الإجماع، لا أقول الأغلبية، بالإجماع، لأن 14 دولة التي هي أعضاء مجلس الأمن صوتت وفقت الدولة 15 وهي الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت، رغم أن المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة صرحت جهارا في الجلسة علنيا بأن بناء المستوطنات هو عمل غير قانوني وغير شرعي إلى آخره. ولذلك ما ينتظر الآن هو أن يستطيع المجموعة العربية الإسلامية والفلسطينيون يستطيعوا أن يحولوا هذا القرار النظري إلى شيء عملي على الأرض، أي الإيقاف الفعلي للاستيطان. هناك من يقول أن إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مفتوحة الآن. هناك من يقول إن الأمم المتحدة في إطار الجمعية العامة التي سبق لها أن اتخذت قرار أشيسون الشهير 1950 قرار الاتحاد لأجل السلام يمكنها اليوم أن تعيد الكرة ثانيا لتحصل على أغلبية ساحقة تؤيد مواقف قوية ضد إسرائيل. ولكن هناك من يقول كذلك إن إسرائيل ستتجه نحو مزيد من التعنت، وهذا حصل بالفعل اليوم. ألا تلاحظون أن التعاون الفلسطيني الإسرائيلي الذي كان معروف في إجازات المرور للمسؤولين وغيره تم تجميده إطلاقا، وبقيت إسرائيل فقط تفتح المجال مع الفلسطينيين على مستوى التعاون الأمني. أكثر من ذلك إسرائيل تريد أن تذهب بعيدا، وهناك من يقترح بما فيهم وزير خارجيتها المعروف بتعنته كذلك يقترح أن تقوم إسرائيل بإعطاء صبغة رسمية لإدماج كل المستوطنات في التراب الإسرائيلي على ذكر الإرادة على ذكر التعنت. أستاذ تاج الدين الحسيني، يعني إسرائيل بعد هذا القرار توعدت ويعني هددت الدول الداعمة للقرار، هل ستكون إسرائيل في نظركم جادة في إعادة تقييم علاقتها مع هذه الدول ومع الأمم المتحدة بعد هذا القرار؟ لا بالعكس، هذا سيسفه أحلامها أمام المجتمع الدولي. تصوروا أن وزير خارجية السنغال كان بصدد القيام بزيارة لإسرائيل قامت إسرائيل بإلغائها. إسرائيل استدعت كل الدول التي صوتت لصالح القرار لتؤنبها في وزارة خارجيتها. هذه أشياء غير مسبوقة وغير مقبولة، وهي اليوم تقول بأن ما اتخذه مجلس الأمن يثير الخجل.
هذه المجتمع الدولي ككل ممثلا في 14 دولة مع امتناع الولايات المتحدة سيثير الخجل فعلا. الآن أعتقد أن الكرة في الملعب الفلسطيني والعربي والإسلامي لا يعقل أن تبقى دولة في غزة ودولة في الضفة الغربية، لا يعقل أن تستمر هذه النزاعات العربية التي لا معنى لها. الآن هذه فرصة ذهبية لكي تأخذ الزمام في المستقبل من أجل مواجهة بالقانون وبالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن على أساس أن تستقطب الرأي العام الدولي وأن تستقطب النوايا الحسنة في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأن تقوم على كرجل واحد من أجل الوصول إلى أفضل النتائج استغلالا لهذه القرار من طرف الشعب الفلسطيني. الأستاذ تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على تفاعلكم. غرفة الأخبار متواصلة على قناة ميديا تي في، فاصل ونواصل.